بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كانوا وحوكب الابنية آيات بقول هي صدن هي شناد وصورة النساء كمدة. إلهي سبحانه وتعالى أذن وغفة ورمي عشر كان عينه وجودا به ألا أذن ورغفك عمل كيسة لدون آية الدنيا وكهل لدون آية وهو حوي أخر عمل كيسة آخر أن لدون آية. إلهي أكيسة سبحانه وتعالى عياه ثواب الدنيا والآخرة آية غفك الله ولدون سبحانه وتعالى وإلهي غير كيسة لجهر ماي الله وهو هذا سبحانه وتعالى مد سميعه ومغلعه أخواشه أدو من كيسه عالمنا أخوه وإله سبحانه وتعالى أخواشه وإله عالم أيوكيه أيضا إله سبحانه وتعالى وهو ناجنا يا مؤمنين وحانا وهو ناجنا يا صفة الإيمان أيوه ناجنا يا الله مركو ناديه إلهي وهو أمر يا إني عدالة أي خقمان ومركز عدالة أي ثمان عادلين أي نقضان مؤمنين بل هذا أيضا أنت أنا معنى هذا أقولين وحالا شاكتا ونزول كيرو هو هاي بالين وعليه من غنية هي من فقيرة أيا رسولك عليه الصلاة والسلام أصوات دوري بالين مركا نبقنا عليه الصلاة والسلام وحا أرهئيين أيا ليري وعقل أهان أي لا هذي منك فقير كاهو غني غينو سد المنيني مركا أيضا أنا سود التاليري تداب كنوا رسولك عليه الصلاة والسلام يا أمتي آيات نوى حمارة يا إلهي وكعب دين يا أما سيد الله شيء وحي هاد باليري منك فقير كعيا قرد هاي باليري إلهي نور سبحانه وتعالى يا أيها الذين دوك آمنوا رمينوا كونوا أهار أيون إلهي قوامينك وأقمت بدن بالقسل عدلك أقمت بدن أي قائمين بالعدل ويقوى عدال أقوم أهاره لإلهي سبحانه وتعالى شهداء قوم مرخاتك أهاره لإلهي وحق كمرخاتك لله إلهي درادي سنوغ مرخاتك شهداء قوم مرخاتك أهاره لإلهي سبحانه وتعالى لله إلهي درادي سنوغ مرخاتك وحق كمرخاتك إلهي درادي سنوغ مرخاتك ولو على أنفسكم موضي إلهي ولو كانت الشهادة شهادة صهبها صوت إلهي على أنفسكم نفسي نقر كيدها أهاتي أو الوالدين أما اللبدا والدكار قولها صوت إلهي أو الوالدين أما اللبدا والدكار قولها صوت إلهي هي ولا خبين قرابده إن يكون ضوءها صوت إلهي كان عمر خاتك عايو غنيا غنيها ضوء هذه أو أن بس فقيرا فقير هذه فالله الله أيا أولاك أولا شبلا به ما لبدا صوت إلهي الله أيا إذن كلا علم بلن أو مسارح وإذن كأقوم بلن فلا تتبعوها الرحراعين أو إلهي الهوى هوى الرحراعين أو إلهي هو شهادة دينا هوى دينا الرحراعين وهوى يقنق الجعلان وي له الله وي فقير كانها الجعلان وي رحمة له إذن كون حريصانيا أن تعدلوا لألا تعدلوا إن إذن إيلان أو إلهي سبحانه وتعالى وإن تلووا هذه الدورتان شهادة أو إلهي أو أما ستحلوا الكجيستين أدهيرا فإن الله الله كان وهو هذه بما تعملون واحد عمل فريسان خبيرا أليه عالم كأه ألا وأن إذن كجيستين يا سبحانه وتعالى آيضا هذا وحوية سلام ورأوشه ونوسه ونزول كيرو وهي وحالو لك دابا يا رسولك عليه الصلاة والسلام يا أمتي سالو لك دابا يا شهادة مرخاتي إن عدالت لو مرخاتي كعو أيها اللي اسكتال بايها لدوني إن عدالت لوقم أيها لدوني مرخاتو دا إلهي سبحانه وتعالى كونوا أهالو دا إلهي قوامينك وأقم إدبالن أي قائمين وي وأقم بالقسل عدالت أقم وي مرك هذا وحين نقول إسحاق إنينا عيال وفا سريا وحين نقول إسحاق بيان لأصل المادوي هذا وحال لجودا بيان دائما وي
قيامك الدائمة عدالها تكون يسين وحايا العديلة إلى رسولك عليه الصلاة والسلام هي أسحب كيسة هي ضدك مؤمنين تعدالها ويأقمان مركة وحال لغوة هاليري ومد عدوك مدين عدالها الدائمة لغوة هاليري فأسا مركة أسال اللي هاليري شهداء أيوب إلهي هو مرخاتك على هذا هو حقك كمرخاتك لله إلهي درادي سنوى مرخاتك مركز إلهي ذوري كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وإلهي سبحانه وتعالى مركز الشهداء ذان وهي نقول إيسا خبر لبعض وكونوا لا سيسكلاب ووذنا وحي نقول إيسا إسن كيري نقول إيسا مركز كونوا بحوية خبر كيبا هراء وهو نقول إيسا قوامين ذات وي ووذنا إسن كيري يا أيها الذين آمنوا كونوا ووذا سأياه حوية كان ذي إسن كيري قوامين نوحي نقول إيسا خبر الأول أي نقايته هو كان رأس إسكلاب شهداء لله شهداء لأن إذن خبر الثاني أي نقايته هو كان رأس كيدا شهداء أيود إلهي هو مرخاتك عن هذا هو حقك كم مرخاتك عن وعمرك أسل الله بادلها كم مرخاتك عن مرخاتك لنا فلا تجيزوز شهادة شهادة مبنانا هو بادلها كم مرخاتك عن إلهي سبحانه وتعالى دراجي سوى مقاتك عوي لمحل وجهه وي إلهي ذليه سألن كوز البيتين هو قرر خاءن الهلوي ولو على أنفسكم ولو كانت الشهادة شهادة حضاءها فوق إلهي على أنفسكم نفسين يا رمشور كان وحوقت علوق يا شيء محذوفة هو مركز خبر كان هو محذوف الله وي معي إلى كان ومع اسمها اللي حدث بعد لو وي بلانتها حيث ابن مالك واسو الفيرة كلها ويحدثونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا ذا الشهر ايوده وي حتى ينبوضها كان هذا خبر كيف انا وي باقي الى ايان ارنتا سنو حي جفتا وي بلانتها ان اي لو بعد كيف ايه مارك هي مشهور فيها هذا بعد ان اي لو واسيدا مارتيا مشهوركا وحاجاه تريسا كانت إلا حدثه خبر كيدنا الله باقي يالو فيدو بعد أن يلو أنا نهيني وعلى قوضا إذا كانت الشهادة على الغير وي بل ولو على النفس حتى إلهي دراجي سأومك على تكعوي ولو على أنفسكم ولو كانت الشهادة شهادة هبقها توي على أنفسكم نفسي نبقها هذا قفك وحوية مركو أصور اسكما خاتك على المحيطة وحوية مركاتي وقفك اسكما خاتك وحين قونا يتأخار وي هو الشهادة عن قفك إلهي وليه ولو على أنفسكم ألا وليه وحوية شهادة تأخار وي وعاصور تقالها اللي إن الحقيقة هذا أي تانواس وصقال وحين قونا يسأل إخباره عن الغير وي يعمل وي مثلا هو حوية إنه شاهد أو كن غلالي على إني مثلا شيء حقا وي واجب وحاء مركز إنه بتوي لرب نفس الله ورحة فلالي إنك صوى حوية قفك والدك أن ولد كيسة مرخاته أخا عن الأقبلين أو الوالدين يوقع إله سبحانه وتعالى أمن لبدا والد كفورها ووالدنا هذا والدنا أكون مرخاتك هذا مرخاتك أطوال الأقبلين لكن والدك ولد فيه صلى الله أكبر مايو معايا لو والدك وحوية والدك محريص بضا أم قبو والدك سوى حالي ولد فيه سوى أم حريص بريه هي أول أخذين القنابة ضوء إلهي إن يكون ضوءها ضوء إلهي المشهود عليه ويخم أم خاتك عايو غنيا غنيها ضوءها هذه قف حول له هو أن بس فقيرا فقير وهذه وأسيد هذا الشيء إنه عادة النزول كير وهي فالله الله أهياء أولاد كحق نمبضا به ما الله بذا إلهي يا إلهي كحق نمبضا هو مصالح إلهي كؤوه إلهي ملك الغنقة هي فقيرة مثل حضورة الله إلهي كؤوه سلا الوحوء أرسين هو مخاتي كعوي فلا تتبعوها الرعرائن والإلهي الهواها وده شهادة دينا حوادها الرعرائن والإلهي سبحانه وتعالى هو غنقة مركاتي أجعلان اللي في الله وي
طب إيه كان جعلنا رحمه ربنا حريصني فيه مرك إلهي هودها الرائعنا والإلهي أن تأجلوا لألا تأجلوا أيادها سيدا نو إيلانا أو الحق أو ذا إيلانا عائل هوا النفط يدي له راعه وقصد هوا دي سوراعه شرعك كلا يحضر وها إمانيسا إن وحوي حق أو فإيشا وإن فهو هداد دورسان والإلهي تعرفوا شهادة وي شهادة هداد دورسين هو مركز إسرائي هذا أتكل إحسان هو أما ستعرض له أتكجي ستين والإلهي هده هذه مركز لقاره شيء لغا مرخاتي كعية مرخاتي سهل لقتل إلهي هذه أرنت أصميتان والإلهي فإن الله الله والإلهي كان وحوها بما تعملون واحد عمل فليسين خبيرا عليه بعد ورقبات إلهي سبحانه وتعالى وحا صمعين إيسان عارب أيوك يواني لكو جاهزينيا باش أخمرك وحا كجرة وعد إيا وعيد أيا كجرة وقفت وحاوية وحاو كما قاتك عي وناقو قتنوا إلهي سبحانه وتعالى أسيه سواعي كعناء إياه قفت وحد ويانا سلا صوكا لانتو الوحيد أيا إياه يا أيها الذين دوك أمنوه ما ينو آمنوه ما يوغ إلهي بالله الله ما ي آمنوه ما يوغ إلهي سبحانه وتعالى بالله الله مايا ورسوله إليه رسول في سنه مايا والكتاب كتاب سنه مايا الذي كتاب تاسور نزل الذي على رسوله رسول في سنوشود جوا قرانك والكتاب كتب سنه مايا وإلهي الذي كتاب تاسور نزل الذي من قبل هر أيوه إلهي ورسوله رسولك عليه الصلاة والسلام قوة رئيسي كتب سنه دجينه مايا ومن يكفرون كفريون إلهي بالله الله كفريا هي وملائكته إلهي ملائكته هي وكتبه إلهي كتبته هي ورسوله إلهي رسوله هي واليوم يوم في الله آخر أوضنبه فقد حقيقها الله واللومي كاسو لرالا رميط أيو اللومي بعيدا ورسوب وحمد تطور إلهي أيضا هدى إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين فأيقلنا جنيا مركا أيضا وحا إلهي كهني بالي مركي الله يتأمري أدل بعدي رأي الله كهنا وهيك مثالي لمركز من ذكر السبب بعد المصاب ذلك معايا لإيمانك وسبب العدل حتى لدى أي مركز حويه السبب معايا لقفك مركو مومي هاي أو إيمان كيس ركلون شيء هاي حتى لدى أي كشقين أي عادل أي نقون يا الله مركز يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين دولك آمنوه ما ينو آمنوه ما يو إلهي فهو يداوم على الإيمان إيمانك الدائمة أي الله قوله بالله الله ما يعيون إلهي سبحانه وتعالى ورسوله إلهي رسول في سنه ما يعيون والكتاب كتاب سنه ما يعيون الذي كتاب كاسون نزل الذي جيه على رسوله إلهي رسول في سنه ما يعيون كتاب كالقرآن كان والكتاب هذا والكتاب عن دمه أشان الجنسيوي الكتاب عن بمعنى الكتب الولدي ذا فيه ورى الله كما هو كتاب القرآن كليه هذا والكتاب يوم إلهي كتب سنه ما يعيون إلهي الذي كتاب كاسو أنزل الذي من قبل هرس هو حوية على الرسول الودجي كتب سماره يا نبي جانا عليه سعد وسام لسودجي أو طوردي إنجيلي كمده ما يعيون إلهي وما يفروح كفريون إلهي بالله الله كفريا وملائكة إلهي ملائكي سنه كفريا وكتبه إلهي كتب فيه سنه كفريا ورسوله إلهي رسوشي سنه كفريا ويوم يوم كفري الآخر أو دمو يوم القيامة يوم القيامة رأي شملنا يسو فقد حقيقها الله وكاسوال لمود إلهي ضلالا لمد أيول لمي بعيدا أرسق وحقا كفر إلهي بارئ وحقا كفر أيول لمي مود إلهي سبحانه وتعالى مركة إنتاج وعوية ووحظلا أو مركة في أركان الإيمان أيها الوصف يدي قصد وحوية مركة أركان الإيمان دينية وكالورية إن الذين قوا آمنوهم ليوغ إلهي ثم بعد إذا كفروا كفريي ثم بعد إذا آمنوهم ليوغ ثم بعد إذا كفروا كفريي ثم بعد إذا إزدادوا زيادة كفرا قال نمو لم يكن الله الله ما أوتمعان ليغفر الله من أضافه ولا ليهديه منه المناعي ما أوتمعان ألا سبيل جده كهنناعي ألا أقول سبحانه وتعالى إن الذين قوا أيوغ إلهي آمنوهم ليوغ إن الذين آمنوا عن وحال قولا نبي الله موسى قوهم يهي على قول حالين وحاوي نبي الله موسى قوهم يهي يهود ويهي إن الذين قوة عيود إلهي سبحانه وتعالى آمنوهم يهي وقوة وحالي لساه روس يغني نبي الله موسى قوهم يهي يهي لولجه ذالي
ثم بعد إذا كفروا كفريين وإسراء يجي ومرخي بي موصر مليان أي كفريين وحين كو كفريين عبادة العجوين لماذا يعابدين وأنا صامر جهني مرخي نبي الله موسى ميقاتك أمام مناجاة إلهي وآله أي دلي عابدين وموسى سامر منك ليرأو دلالي وهذا كور أي نصامر مي هذا كبعدنا عن ما يربنا القرآن في مسلم دونه ثم بعد يلو دهدنا إلهي آمنوه مليان وهذا وحيه مليان مرخي نبي الله موسى وخصونا ولي ميقاتك أيها وحوية توبكين مخافيه مليان ثم بعد يلو كفروك في يوم إلهي كفرنا نحوية نبي الله عيسى كفرية ثم بعد يرعيون إلهي كفروك فيه ثم بعد يرعيون إذا دو زياسري كفرا قال لما زياسري قال لما رأي زياسري محيطة رسول كان عليه الصلاة والسلام أي كفرية والنبي الله عيسى ما كان كفرية يهود ما كان عليه الصلاة والسلام يخطي كفرية مركا أيغو هري كفارو أهاي أيغو حيثي زياسرين كفرك لأو زيادة إلي مالي ولغا سلا صوت إلهي سبحانه وتعالى لم يكن الله الله مؤسنهاني ليغفر الله منه أضافه إلهي سبحانه وتعالى أضافه ماهي ما أقاموا عليه وي كفرقات انت يكون لديهين إلهي سبحانه وتعالى أضافه ماهي لم يكن الله الله مؤسنهاني بود إلهي سبحانه وتعالى ليغفر الله منه أضافه إلهي سبحانه وتعالى ولدات أم أضافه إلهي لم يكن الله الله مؤسنهاني بود إلهي سبحانه وتعالى ليغفر اللهم إنه أضعف يا غلدا ولا ليهديهم منه هنوننا إن الله موصناني سبيلا جيت أكو هنوني هو إلهي سبحانه وتعالى طريق حق أكو هنوني ماي ما هديه حوية كفر لا تيكو سبيلي بشر المنافقين منافقين تأب بشاريه الإلهي لأن الله منه أصبنا أذن أقب بشاري عذابا عذابه الإلهي عذاب كاسو أليما مؤلما روحا وجوه الإلهي بس هذا اللي قصوا ورمين منك يهودا إلهي سبحانه وتعالى وكوهما يا منافقين توي تهديد بان إلهي سبحانه وتعالى أسوء جيدين يا وعيد أرقبا لأسوء جيدين يا مرك هذا منافقين تانو وهو يكوى كفر يقصنع وإسلام كظاهر صنع إسلام موجين عيوي نفاق مرك وحالي لي منافق نمضوا الله بقى يبو نفاق لي نفاق عملي نفاق وحملك وعمل كنفاق نمقف نفاق ورجل قفك هي نفاق اعتقاد يوين نفاق عملك وحال إلاده مثل نبي عليه الصلاة والسلام حديث وقشره آية المنافق ثلاث نورها منافق على مليس سدح وي إذا حدث مرخه شيطين عيو كذب وابين شيطيا وإذا وعد مرخه يبوهنه أغلق ويقوب يريا وإذا أتمنى مرك لآمنانه خان وخيانيا منافق نمدى سحالي الى النفاق او حالي الى عملي هالي عمل كايا منافق نمدى او رجفتا او عبادية صفوية اي صمعاء يوحى فاكجا فاكا وحالي النفاق او عملي هالي الى اي من او كوكا لوبا يما نفاق او اعتقادك او حالي الى او كفر يسينا اظهار الاسلامي اسلام او الله ظاهر صدو او الله موجس اسلامك ويقفى الكفر قال لمن الله قريه هذا كوان الهي او كو رمايه وقوة قوة نفاق عقيد يقوي عمل نفاق اعتقاد يقوي هل يقول سبحانه وتعالى بشر المنافقين منافقين فأو بشاري هذا بشارة أنه ماشا حقيقة ما هو أو بشارة وحال إلى ذا أصلك الخبر الصار خبر الله وفر حال إلى وهذا هو مقع على بشارة ليلي وحاوي مرك قفك شيء بشارة أو فرح قلي مرك أركا ليلي جيل كيسة أياه إسدير أيوه فالحب أياه جيلي سوين لكن هذا ماشا بشر المنافقين ألا أوليها أقبل المنافقين هو منافقين تأو خبر وي منافقين تأو الشاف لأن اللهم إنه أصو ناري عذابا عذاب إنه أصو ناري عذاب كاسو أليما مؤلمة وحان وشيح وري وحان أصو مرني عذاب كبي أليم لما الغصف أيوه أم بإهانة الغصف أيوه أم بعض ما الغصف أيوه وعوي عذاب الكفار وي منافقين هذا ماشي على ايش هذا وحوي وكفار وي هو ما كان في نفاق ولا وياي اعتقاد وي هوي فرد هذا بشارة وحلو ما يستهلكم ما لولا شيء عذاب أليم هو بشارة وإلهي سبحانه وتعالى وعذاب النار وي الذين منافقين فاصوا عيون إلهي يتخذون سيرانيا الكافرين قالدا أولياء حليل سيرانيا من دون المؤمنين مؤمنين تقصفوا الذين عيوت إلهي منافقين فاسو
أما سأل الذين فيه رواه لجد ذلك الذين منافقين في أبو بشارع على بليمه الإلهي يتخذون الكافرين قال عادي سيئ لني أولياء حديث سيئ لني من دون المؤمنين مؤمنين تتفقوا وحديثك مؤمنين تيسكد أيان أي قال حديث سيئ لني منافقين توحالوا يقانا كفارتي حديث لي أشان مؤمنين تروا يسلي حدا أيبتغون من يدلب أيان بود إلهي منافقين تاس عندهم كفار فأكتاله العزة تحزمية كدلب أيان مرك حديث أي سيئ لنا أيان أيبتغون موحي كدلب أيان بود إلهي عندهم أكتول العزة تحزم إستفام إنسان وي لا يجدونها عندهم وي أكتول وحي ذا سمه الأيان معايا رود إلهي فإن العزة تحزم يود إلهي شرفتي هي ما رسيا وناجي لله الله يؤسونا فإن العزة تحزم يود إلهي لله الله يؤسونا جميعا حالي تأثيرا عزة إلهي سبحانه وتعالى أيا إفكال أفكال لك هلايا أدوه يا آخر أبوي ولا ينالها إلا أولياؤه عزنا ما قال أيان إلا إلهي أوليدي سموياني أيقنا منافقين أولياد الله ويكال لأحدين أي وحي حديث سبكتين كفاري حديث سبكتين وقد حقيقها نزل ألا واجدي عليكم بركين أو إلهي في الكتاب الكتاب في القرآن كتحديثة قال عن سورة الأنعام أن إذا سمعتم أنه ثاني إذا وصلي سمعتم على المغشان آيات الله إلهي آيات كيسة يخبر بها أيضا الوصف لنا هو يتزاو بها الوجه الشيسة فلا تقعدوها فريسان الله إلهي سبحانه وتعالى في حديث حج فلا تقعدوها فريسان معهم قوة سمع واضح كفارته يكون مستجدين حتى يقولوا انت كما قرآن أيان في حديث حديث هو غيره قرآن كغير كيسة إنكم إذنك يوضع إلهي إذن وقتها فدى الله فريسان مثلهم أيضا مثل قولاتهم دنجبه إن الله ألا جامع المنافقين منافقين تواصوف المنعية يوال كافرين كافرين في جهنم جهنم أيو خصوف المنعية جميعا حالهم قوة بركة هذا إلهي سبحانه وتعالى قلوا أنه غوه رمي أدبك اللي قدونا أدبك المؤمنين أي إلهي هل كان هو غوه رمي هل وذوري وقد حقيقه نزل أمس النزل أو مركز ربنا مفعول أمام مشهول وقد حقيقه نزل والذي جيود إلهي أمثل نزل على واد جيوبا إلك الله يرى عليكم ركينا في الكتاب كتاب القرآن مؤمنون كتاب القرآن ألا وحو ينفلد جيوين لا تالي لي آيات هذا وحوي خد يسعي سورة الأنعام وذي ليلة مصيدون وإذا رئيس الذين يقولون في آياتنا فأهل عنهم حتى يقولوا في حديث غيره آيات ذات وين مرك هذا آيات ذات وحوي مرك يكشو دفتالي معي المشركين توحيد على جيران أي عاي جيران أي وحك الشيء جيران قرآن كالي وين كجيس جيس جيران بالي رسولك عليه السلام مركو هاجري ومدينة هو هاجري يهود أيا وحيد سمي جيران بالي مشركين تم كجيو شسري سمي جيران منافقين تم مركو حي لفر يسجرين يهود سي لفر يسجرين فلقا سي كدي يسجرين قرآن كأي رسولك عليه السلام الوجيس جيس مركا سي معقود لجيس جيس جيران بالي إلهي سبحانه وتعالى مركب مؤمنين وكره يا رجل ولا داس مجالس سودة لفقيس قودة أيو إلهي سره سبحانه وتعالى مركب عرين السورة صيحة ذالي وقد حقيقها نزل ألا وادجي أمن نزل والدجي عليكم كركين مؤمنين وأيو دامرك إلهي في الكتاب الكتاب في القرآن كالحديثة أم إذا سمعتم أم كانوا حين غنسة منخففة من الثقيلة إذن كيدنا محذوف وهي أنه شأن يوي إذا وصي سمعتم هذا المغشان آيات الله إلهي آيات كيس هذا المغشان قرآن كه يغفر بها إن لغوك فينا أيوه يغفر بها إن لغوك فينا أيوه هذا وحوية كفر كان وكل ما كان من غير إسي زائد كفر أو لغوك في أيوان لجيس جيسين ومسك قال هذا كبع عليه هي يهود عليه أما سكفر أو مع الإسي زائد أسأل نوحو كبع أهالي المنافقين أيوه كبعه معايا منافقين قرآن كوي كجي أسياسان كل كاسا وحوي ساسي كو قالوا بيا ومركا كفر مع الإسزاء وي كفر مركا سيو من غير إسزاء نوحو كبع أهالي مشركين هي يهود أيو كبع كل كاسو دا إلهي إذا وصي سمعتم عاد مغشان أن إذا سمعتم أنه شاني إذا وصي سمعتم عاد مغشان آيات الله إلهي آيات كيسا يكفر بها أيضا الوصف لنا
وهو ينسى زوجها الوجه جيتها فلا تقعدوها فريسانا والإلهي معهم قوة سمع وضعها فريسانا والإلهي حتى يقولوا انت يكذب على ميان في حديث الحديث وهو غيره القرآن غير فيك إنكم منكم إلى وقت يا طول مثل ما يروق لكن جبري رمي لك ذا فريستان إن الله الله والإلهي جامع المنافقين منافقين تعالى وصوك المنية هي والكافرين قال هذا في جهنم جهنم أيوك صوك المنية وصوك المنية جميعا حالهم قولا في الدنيا كفر هي إسساء أيوك المن مرك عشر كان لإنت أيوك إجي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.